فتح أمس المناقصات والمزايدات في جلسته الإسبوعية 47 عطاء لتسع مناقصات حكومية ومزايدة واحدة تقدمت بها 10 جهات حكومية، وقد بلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 12.7 مليون دينار. وقد تصدرت جلسة بقيمة عطاءات المناقصات هيئة البحرين للثقافة والآثار بمناقصة ترميم وإعادة تهيئة لثماني مباني تراثية في شمال المحرق، وتنافست عليها 3 شركات. تقدم بأقل العطاءات شركة انتجريتد فاسيليتي مانجمنت بعطاء بلغت قيمته 1.9 مليون دينار، فيما كشفت بيانات جلسة مجلس المناقصات عن ترتيب شركة مطار البحرين قروضا بخاصية السحب على المكشوف مع بنوك محلية لتلبية احتياجاته الرأسمالية المتداولة والنفقات المتكررة لإدارة مرافق وتطوير مطار البحرين الدولي المزمع افتتاحه بنهاية العام المقبل. وقد تقدم بنكين محليين لعطاءات المزايدة المطروحة هما بنك البحرين الوطني والبنك الأهلي المتحد. أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع على ارتفاع نسبة 0.39% عند مستوى 1339 نقطة، حيث ساهم قطاع البنوك التجارية في القيمة الإجمالية للتداول خلال الأسبوع بنسبة 53.08%. المزيد مشاهدينا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 14,997,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3,315,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 185 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع. والمشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. قالت شركة أرامكو السعودية أن ما تتداوله وسائل الإعلام بخصوص تفاصيل صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في شركة سابك هي مجرد تكهنات. وأكدت أرامكو في تغريدة لها على موقعها الرسمي في تويتر أنها ستقوم بتوضيح التفاصيل في الوقت المناسب. وتأتي هذه التصريحات ردا على ما صدر في تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث فيه بناء على مصادر عن رأي أرامكو بالقيمة العادلة لصفقة استحواذها على ما يصل إلى 70% من سابك، والسعر الذي تستهدف الشركة لتنفيذ هذه الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة المالك للحصة. أظهر مدير العمليات الدولية في بنك مصر حسام رؤوف في مقابلة مع قناة العربية رأيا يبدو مفاجئا وربما غريبا بعض الشيء فيما يخص التوقعات لحركة أسواق السلع عالميا، وأيضا الأداء المتوقع لأسواق وول ستريت خاصة مؤشر داو جونز الذي تخطى مستوى 26,000 نقطة. وتوقع رؤوف أن موجة تصحيح ستهبط بداو جونز إلى مستوى 3,000 نقطة خلال 2 إلى 3 سنوات، وفيما أشار إلى أن أسواق الأسهم العالمية عند أعلى مستوياتها تاريخيا نوه بأن أسعار السلع تواصل صعودها بشكل منتظم منذ 2008. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. هواوي تسخر من أبل وتستعد لتوجيه صفعة لآيفون إكس إس في أكتوبر المقبل. قال
قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو أن السعودية والأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا يستحقون الإشادة لمحاولاتهم منع حدوث قفزة في أسعار النفط. وخفضت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيرانية الإمدادات من إيران إلى أدنى مستوياتها في عامين، بينما أبقى هبوط الإنتاج في فنزويلا والتعطيلات المفاجئة في مناطق أخرى على توازن هش بين العرض والطلب حسب ما قالته وكالة الطاقة الدولية. وقال بيري اليوم السعودية أعضاء أوبك الذين يعدلون إنتاجهم لتجنيب مواطني العالم طفرة في سعر النفط يستحقون الاحترام والتقدير، وروسيا واحدة منهم. وأضاف بيري أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية يعملون معا لكي تظل أسعار الطاقة العالمية في المتداول. بعد تحسن طفيف الأسبوع الماضي مشاهدينا، عاد البيزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا وهبط ب 2.88% يوم أمس الخميس، ما يعني تراجعا إجماليا ب 6.14% هذا الأسبوع. وتشهد الأرجنتين أزمة نقدية أدت إلى تراجع عملتها إلى ما دون 50% من قيمتها وفقا لوكالة فرانس بريس. وفي مسعى لوقف هذا الميل حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي ب 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أن السياسة النقدية للحكومة لم تنجح حتى الآن في وقف تدهور البيزو. وأعلنت الأرجنتين الخميس تراجع مؤشرها لشهر أغسطس عند 3.9%، ومن المتوقع أن يكون أسوأ خلال سبتمبر الحالي. والآن مشاهدينا أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي عالم السيارات، كشفت جنرال موتورز أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها بصدد استدعاء 1,205,000 شاحنة خفيفة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء العالم بسبب مشاكل تؤدي إلى فقد مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا. يشمل الاستدعاء مشاهدينا شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامات شيفروليه وجي ام سي وكادلك طراز 2015، منها نحو 1,200,000 سيارة في الولايات المتحدة. وقد تسببت المشكلة صعوبة في توجيه السيارات وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة، مما يزيد من مخاطر الاصطدام بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة، وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة. وأخيرا، وجهت هواوي تغريدات ساخرة إلى شركة أبل التي أطلقت 3 هواتف ذكية اعتبرت عادية ومشابهة لما يوجد حاليا في الأسواق، كما وعدت الشركة الصينية بتوجيه صفعة تكنولوجية لمنافستها الأمريكية في شهر أكتوبر المقبل. وفور انتهاء مؤتمر أبل في مدينة كوبينيو بولاية كاليفورنيا، نشرت هواوي على حسابها الرسمي في تويتر أول تغريدة قالت فيها إن بعض شركات الهواتف تتمسك كل سنة بنفس الألوان، مضيفة: نحن نتطلع إلى أكثر من ذلك من خلال الاعتماد على اللون الأبيض الفاتح في هواوي B20. وتقصد الشركة بهذه التغريدة أن أبل دائما ما تصر على استخدام 3 ألوان في كل هواتفها الجديدة، وهي الأسود والفضي والرمادي. وبعدها بدقائق نشرت هواوي تغريدة ثانية جاء فيها: شكرا لكم لأنكم جعلتونا البطل الحقيقي لهذه السنة، لنلتقي في لندن يوم 10 من أكتوبر 2018. $599 models of 8 and 8 Plus. The brand new iPhone XR.